حكي أن حاتما الأصم كان رجلا كثير العيال، وكان له أولاد ذكور وإناث، ولم يكن يملك حبة واحدة في بيته. فجلس ذات ليلة مع أصحابه يتحدث معهم، فتعرضوا لذكر الحج فدخل الشوق قلبه، ثم دخل على أولاده فجلس معهم يحدثهم، ثم قال لهم: لو أذنتم لأبيكم أن يذهب إلى بيت ربه في هذا العام حاجا ويدعو لكم، ماذا عليكم لو فعلتم؟ فقالت زوجته وأولاده: أنت على هذه الحالة لا تملك شيئا، ونحن على ما ترى من الفاقة والفقر، فكيف تريد ذلك ونحن بهذه الحالة؟ وكان له ابنة صغيرة، فقالت: ماذا عليكم لو أذنتم له ولا يهمكم ذلك؟ دعوه يذهب حيث شاء، فإنه مناول الرزق وليس برازق. فذكرتهم بالتوكل على الله، فقالوا: صدقت والله هذه الصغيرة يا أبانا، انطلق حيث أحببت. فقام من وقته وساعته وأحرم بالحج، وخرج مسافرا، وتأسف على فراقه أصحابه وجيرانه، فجعل أولاده يلومون تلك الصغيرة ويقولون: لو سكت ما تكلمنا. فرفعت الصغيرة طرفها إلى السماء وقالت: إلهي وسيدي ومولاي، أعودت القوم بفضلك وأنك لا تضيعهم، فلا تخيبهم ولا تخجلني معهم. فبينما هم على هذه الحالة، إذ خرج أمير البلدة في رحلة صيد، فانقطع عن عسكره وأصحابه، فحصل له عطش شديد، فمر ببيت الرجل الصالح حاتم الأصم، فاستسقى منه ماء وقرع الباب، فقالوا: من أنت؟ فقال: الأمير ببابكم يستسقيكم. فرفعت زوجة حاتم رأسها إلى السماء وقالت: إلهي وسيدي، سبحانك، البارحة بتنا جياعا، واليوم يقف الأمير على بابنا يستسقينا. ثم إنها أخذت كوزا جديدا وملأته ماء، وقالت للمتناول منها: اعذرونا. فأخذ الأمير الكوز وشرب منه، فاستطاب الشرب من ذلك الماء، فقال لرجاله: هذه الدار لأمير؟ فقالوا: لا والله، بل لعبد من عباد الله الصالحين عرف بحاتم الأصم. فقال الأمير: لقد سمعت به. فقال الوزير: يا سيدي، لقد سمعت أنه البارحة أحرم بالحج وسافر، ولم يخلف لعياله شيئا، وأخبرت أنهم البارحة باتوا جياعا. فقال الأمير: ونحن أيضا قد أثقلنا عليهم اليوم، وليس من المروءة أن يثقل مثلنا على مثلهم. ثم حل الأمير كيس نقوده من وسطه ورمى به في الدار، ثم قال لأصحابه: من أحبني فليلقي كيسه. فحل جميع أصحابه أكياسهم ورموا بها إليهم، ثم انصرفوا. فقال الوزير: السلام عليكم أهل البيت، لآتينكم الساعة بهدية. فلما نزل الأمير
رجع إليهم الوزير ودفع إليهم بهدايا ومال جزيل. فلما رأت الصبية الصغيرة ذلك بكت بكاء شديدا، فقالوا لها: ما هذا البكاء؟ إنما يجب أن تفرحي، فإن الله وسع علينا. فقالت: يا أم، والله إنما بكائي كيف بتنا البارحة جياعا، فنظر إلينا مخلوق نظرة واحدة فأغنانا بعد فقرنا. فالكريم الخالق إذا نظر إلينا لا يكلنا إلى أحد طرفة عين. اللهم انظر إلى أبينا ودبر له بأحسن تدبير. هذا ما كان من أمرهم. وأما ما كان من أمر حاتم أبيهم، فإنه لما خرج محرما ولحق بالقوم توجع أمير الركب، فطلبوا له طبيبا فلم يجدوا، فقال: هل من عبد صالح؟ فدلوه على حاتم، فلما دخل عليه وكلمه دعا له فعوفي الأمير من وقته، فأمر له بما يركب وما يأكل وما يشرب. فنام تلك الليلة مفكرا في أمر عياله، فقيل له في منامه: يا حاتم، من أصلح معاملته معنا أصلحنا معاملتنا معه. ثم أخبر بما كان من أمر عياله، فأكثر الثناء على الله تعالى. فلما قضى حجه ورجع تلقاه أولاده فعانق الصبية الصغيرة وبكى، ثم قال: صغار قوم كبار قوم آخرين، وإن الله لا ينظر إلى أكبركم ولكن ينظر إلى أعرفكم به، فعليكم بمعرفته والاتكال عليه، فإنه من توكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.